حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بغداد الأستاذ عمر الفرحان. أهلا بكم من استوديو الرافدين. اليونسف في تقرير لها أحصت 1,300,000 طفل نازح في العراق، إلى أين تذهب أزمة النازحين في العراق؟ مرحبا بك. أهلا. إن أزمة النازحين في العراق هي من أبرز الأزمات الإنسانية التي فشلت وتخبطت أمامها الحكومة الحالية والمجتمع الدولي، وتشير التقارير إلى مجموع ما أنفق على النازحين بلغ أكثر من 2 مليار دولار. هذه الأموال فشلت في تحقيق الأمن وتحقيق الرواج عادة النازحين، وفشلت في كافة الجوانب، سوى أن هذه الأموال ذهبت إلى جنوب الفاسدين وجنوب الشارع الأحزاب في حكومة المنطقة الخضراء. العوائل في العراق خاصة عن هذه الممارسات اللا إنسانية التي تقوم الحكومة الحالية وبعض الجهات المساوية بفرض سوء هؤلاء المدنيين إلى مناطقهم، فإذا بات المدنيون هذه المناطق بين التهجير القسري والرجوع القسري، وهذا مخالف ومناسب الاتفاقيات القواعد الدولية. نعم، النائب صلاح الجبوري أستاذ عمر صرح بأن هناك تسويف من الحكومة بشأن ملفات النازحين وعودة النازحين إلى مناطقهم، لماذا نجد هذا التسويف من الحكومة في هذه الملفات؟ نعم، دائما الحكومة تبرر بشكل أو آخر إلى أنها تقوم بالعمل المناسب لهؤلاء النازحين، ولكن في الحقيقة الحال أن التبريرات الساعات التي تقوم بها القوات الحكومية والحكومة الحالية كلها ترمي إلى الإضراب المدنيين، وبالتالي تأخير يعني رجوعهم وتأخير وبناء مناطقهم التي استرجع تنظيم الدولة، وكانت في أفضل حال ما كانت عليه هي الآن. نعم أستاذ عمر، هناك أنباء عن حالات إعادة للنازحين قسرا إلى مدنهم، أيضا الحكومة تمنع عودة النازحين إلى مدنهم، كيف تفسر هذا التناقض في الموقف الحكومي والتصرفات الحكومية؟ الآن هي عملية سياسية بين الأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء وبين من يريد أن يظهر في المظهر، وبالتالي هذه هي التناقضات بين التصريحات محمد عبد في ومن من عودة الناس منع الصحافة كلها تطلب والمدنيين أول هذا لا فيها كانت بأي شخص كان أبدا أو جمع من الضرارة سواء السياسية أو التجاذبات والتنصات السياسية، وهذا كله محرم دوليا، ويجب أن يتنبه المجتمع الدولي الخاصة المتحدة التي الآن لها دور في هذه الفترة الخاصة فترة يعني. نعم أستاذ عمر، وصلت الفكرة. نعم الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بغداد كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.